السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعرف على كيف نحجز موعد حتى نقوم بعمل اختبار شفوي. أيضا الاختبار الشفوي هو اختياري وليس إجباري، أي إذا لم تكن تريد اجتياز هذا الاختبار فما عليك فعله هو أن تخبرني بذلك، كما سأشرح ذلك في هذا الفيديو. أما إذا كنت تريد اجتياز الاختبار فاتبع هذه الخطوات. وقبل أن نبدأ في الخطوات أريد أن أعطي ملاحظة مهمة. إذا كنت لا تريد اجتياز الاختبار الشفوي فهذا لا يعني أنك لن تجتاز جميع الاختبارات في هذه الدورة، بل فقط هذا الاختبار، أي أنك في كل اختبار عليك أن تحدد هل تريد اجتيازه أم لا. فقد مثلا إذا كان مستواك ليس بالمبتدئ ولا تريد اجتياز الاختبار الأول الذي فيه فقط الأساسيات، ما اسمك، ما اسم أفراد العائلة إلى آخره، أنت هذه الأمور تعرفها. تريد مثلا اجتياز حتى تصل الاختبار مثلا المستوى أدوس أو حتى تصل المستوى بيون، فلك كل حرية الاختيار، فأنت اختر في كل امتحان هل تريد فعلا اجتياز هذا الاختبار أم لا. ننتقل إلى شرح الخطوات العملية. إذن أول اختبار شفوي لدينا هنا هو إكسامن أورال نوميرو أونو، نقوم بالضغط عليه، تظهر لنا هذه الواجهة، نضغط هنا ثم نضغط على كاميرا، وهنا عليك أن تقوم بكتابة رقم الواتساب الخاص بك مع الحروف الأولى اللي هي من إسبانيا على حسب دولتك طبعا. قم بأخذ صورة هكذا، مثلا صورة عادية جدا، الرقم يجب أن يكون رقم واضح جدا، ثم نقوم برفعها. إذا لم تكن تريد اجتياز الاختبار فعوض أن تكتب لي رقم هاتفك أو رقم الواتساب الخاص بك، اكتب لي سواء في ورقة أو اكتبها في تطبيق على الهاتف وقم بعمل سكرين شوت وأرسل لي، عوض أن ترسل رقم الهاتف أرسل لي مثلا لا أريد اجتياز الاختبار، وأنا عندما سأشاهد هذه الرسالة سأقوم بعمل لك أوكي أبروبادو، يعني ناجح، وستفتح معك الدروس الموالية بشكل تلقائي بدون أن تجتاز هذا الاختبار. نضغط على الزر سوبير، ننتظر يستا. الآن ما قمت بعمله الآن، هذا الرقم سيصلني في رسالة على الموقع، وسأقوم بالتحدث معك من رقم آخر خاص بالاختبارات، ستتحدث معك الأستاذة وتحدد معك الساعة بالضبط واليوم بالضبط على حسب كل شخص، لأن يعني كل شخص له التزاماته الخاصة. بعد ذلك سنقوم باجتياز هذا الاختبار معك، إذا نجحت سنقوم بإعطائك أوكي وسيفتح معك الدرس الموالي كلاسي سيس الترباخوي بروفيسيونيز. إذا لم تنجح في الاختبار فسيكون عليك إعادة مراجعة الدروس السابقة وعمل نفس العملية حتى تجتاز الاختبار للمرة الثانية.